ايمن اشرف لعيب مهم، كل مدرب تولى اداره النادي الاهلي كان بيعتمد على ايمن اشرف. اذا ايمن اشرف في سر معين بيقتنع بيه كل المدربين، ايمن اشرف اللعيب الاساسي في خط الدفاع، دايما بيلعب اكتر عدد من المباريات دايما في المباريات، وبالتالي ايمن اشرف النهارده اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه، عامل 73 تمريره، واكتر لاعب عامل تمرير طولي بالتساوي مع عمرو السوليه، الاثنين عاملين 9 تمريرات طوليه. اذا يعني وجود لعيب زي ايمن اشرف من ورا ده، لما تلاقي المدرب بيفضله دايما، اي مدرب جه يعني مثلا كابتن حسام البدري لما كان متولي تدريب النادي الاهلي كان بيفضل ايمن اشرف برضه بيه. ليه؟ اكيد ليه ميزه معينه، الميزه المعينه دي وهي ان لاعب دايما لما بيلعب بقدمه اليسرى ورا بتساعد في تحضير الهجمه وبتديك سرعه، اللي هو يلعب ناحيه الشمال في بيحضر الهجمه بشكل اسرع لما بيلعب بقدمه اليسرى، عكس لما بيبقوا الاثنين المساكين بيلعبوا بقدمهم اليمنى، بتديك تمريرات كويسه زي ما احنا شفنا ايمن اشرف النهارده محطه من ورا مكازي. يعني انت عندك مثلا محطه رقم واحد ايمن اشرف، بعد كده اليو ديانج، بعد كده السوليه، بعد كده قفشه، بعد كده عندك مروان قدام، وبالتالي ايمن اشرف واحد من محطات بناء الهجمه المهمه جدا في طريقه لعب ريني فايلر. الارقام بقى بعد كده لكل اللاعبين اللي بعد كده عمرو السوليه.